اثرت صورة للفنانة أميرة القصري وهي تظهر بملابس كاسية عارية يظهر في جسدها العديد من الأشياء، واستنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا اللباس واصفين برنامج كي كنت كي والتي بلا أخلاقي، فيما قال الآخرون يجب مقاطعة هذه القناة التي تشجع على الانحلال الأخلاقي. تجدر الإشارة إلى أن أميرة القصري فنانة مغربية ومغنية معروفة. وخريبيق زم خريبيق جدي مرتك جدي دول كي حشم باقي كي حشم مسكين زيد سلم على مرتك بزاف عليا بابا بزاف عليا